حلقة مميزة خاصة في برنامجكم مرحبا وعلى السلامة بحضور الفنانة والإعلامية ليلى فنان اسمه العالم مسمى. علاش ليلى فنان اليوم مرة أخرى تنعود نذكر هذا الاسم هذا في برنامج مرحبا وعلى السلامة. المناسبة بشرت وأنه لو لونسمون أوفيسيال ديال الفيلم هوليود سمايل اللي لقى واحد النجاح كبير على الأقل في العرض ما قبل الأول وكنا استضفنا الفنانين كل من باتما شهرزاد وطريقة الخالدي الفنانين اللي شاركوا في الفيلم في انتظار التحاق باقي الممثلين. حضر معنا اليوم المنتجة الأستاذة ليلى فنان مرحبا بك. شكرا بزاف الشرف ليا. أهلا وسهلا مرحبا بك. وكذلك حضر معنا الفنانة والممثلة حياة عبي مرحبا بك. ميرسي بوكو. نهار كبير هذا بارك الله فيك. كنتي مزيان في هذاك الفيلم. كنت مزيان. انا اللي كنت مطيحه عليهم الضيف في الفيلم. كنتي مطيحه الضيف. وي الجانب الطيب في هذاك الفيلم ياك. اكزاكتومون. اهلا وسهلا مرحبا بك. ميرسي. طيب البدايه ان شاء الله غادي تكون طبيعه الحال انتم كتعرفوا مستمعاتي ومستمعي انه عودناكم دائما على الصراحه وكنكونوا دائما قراب لكم وقراب لكل ما كطرحوه من قضايا. فغنقول لكم مرحبا بكم على 0522 36 05 36. أعيد الرقم 0522 36 05 36. مرحبا بمغاربة العالم الناس اللي كيلتحقوا بنا في كل مرة على www.shada.ma. شكرا أميمة وبقية الفريق في إخراج هذه الحلقة. طيب البداية مع هوليود سمايل. هوليود سمايل أنا شخصيا شفت الفيلم. دابا أنا غادي نضطر أنني كل مرة نحط كاسكيتة مرة كاسكيتة ديال الناقد في نفس الوقت مرة على كاسكيتة ديال الإعلامي اللي خصو يبقى في منطق الحياد. أولا منين جات الفكرة ديال هوليود سمايل؟ هوليود سمايل سيت اون ايدي اللي اقترح عليا ان سيناريست تري كونيو سي رشيد عيط الوافي اللي عنده بزاف الاعمال كثيره بزاف من اخرها كنيناتي اللي تبت على القناه الاولى في رمضان اللي فات وكان من الاعمال الناجحه بشهاده الكل وانا منهم. انا عجبني بزاف سكيفي باش عطاني لو سيناريو اصلا. انا كنقول له انا جوبت بور لو كوميك تو سكي كوميديا في الكوميدي سينو دراما. انا بالنسبه ليا ما نديرش فيلم دراما وحقي كاين اللي كيبغي فيلم دوتور فيلم دراما سي ان شوا سي كدير الفودفيل باش يدخلوا عندك الناس سي ان شوا بالنسبه ليا سي ان شوا. علاش ديجا لو بوبليك ماروكان راه ربما بلا ما نقولها كلشي عارفه لا بلو بار قلبو طايب فمن نمشي انا على الاقل خصني شي حاجه اللي تفوج عليا تضحكني نرتاح. سينما بغيت لا هوت تكنولوجي بغيت لو فري سينما ندخل لان فيلم امريكان. انا عندي ولادي كنمشي انا كندخل غير لو ماروكان ديما. علاش؟ باش نشوف فين وصل وعندي واحد الغيره على لو ماروكان. كنبغي نشوف الفيلم ماروكان فين وصلوا لي زارتيست اللي بانوا جداد لا رياليزاسيون فين وصلات لا بوتي ديال ليماج فين وصلت بوكو دو شوز. مي ولادي صراحه سي دي زادوليسون سي نورمال يدخلوا لدي فيلم ديال لاكسيون سي واكب الحركه السينمائيه اللي كاينه في العالم. كيفاش تشوف لا سيبل شنو هي؟ سي لي زادوليسون سي اونتر 17 و 20 في كيدخلوا لي فيلم امريكان. مي لي فيلم ماوكا يدخلوا بشرط يكون فيه الضحك يكون كوميدي يكون على هذا رايي المتواضع. هادشي اللي خلاني نفكر انني نختار سيناريو اللي فيه كوميديا وتكون كوميديا هذه تعتبر مغامره وكبدايه الاعلاميه. استاذ ليلى فنان من الاعلام الى الانتاج. اولا هذا سي ان ترامبلان كي دي با فاسيل دو تو ما ساهلش. شحال من واحد تيقول لا اداره الانتاج لا اداره الانتاج راه كتمشي وفق ادبيات وفق واحد العلم وفق مجموعه من القواعد اللي خاصني نحترمها. اول هذه القواعد بعدا هو يكون عندي احترام العامل البشري اكيد سي لا جيستيون دي ريسورس هيومن اكيد هو انني نعرف ندير بعدا اداره الموارد البشريه. شكون اللي غادي يجي يخدم معايا عاد غادي نشوف شنو غادي نصرف وشنو هي الميزانيه اللي غادي نخصصها وكيفاش غادي نوزع فيما بعد. سي سيور هذا الانتقال من الاعلام لسمو كيفاش جا وشنو كيفاش جات الفكره عليا.
شوف الانتقال سا دوري دي زاني انا جو في لو ريزومي باسكو سينو ما تقبلناش ساعتين ديال سي زكريا. في الاول كنت اعلاميه في الراديو، كانوا عندي كنت كندير مباشر لمده 12 عام وانا كندير مباشر، ولكن اون باراليل راه دخلت للتلفزيون، داروا لي ان كاستينغ اختاروني في التلفزيون، فجاتني تلفزيون اي راديو، ولكن اللي حكني مزيان والمدرسه ديالي اللي كان ننحاني ليها ونرفع ليها القبعه هي لا راديو. وما كانش لا راديو ما عمرني نقد نواجه كاميرا ولا نشوف كاميرا ولا نحيد لو تراك ولا يولي عندي ولا عندي ارتجال ولا عندي باش ياكي بوك وتشوز زعما مي غران ريميرسيمون لا راديو اون جينيرال. صحيح اون جينيرال، واخا انا كنت في اذاعه الدار البيضاء ولكن اون جينيرال دابا تبارك الله لي راديو حديت ولا حرج. والله الا نوزون في بليزير فريمون، انا كنمشي في الطوموبيل لي راديو، لي راديو كيونسونا وشو تبارك الله شو الراديو كي دايره، شو الاستاذ شو الغزاله شو البيبي ترايب الله شكون جالس فيه. مي سي فري والله العظيم راه سي اون تيليفزيون ربما احسن ربما احسن. فغنلخص لك الكلام، من لا راديو تيليفزيون كنت كندير برامج، راه درت بزاف 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 تحت الشمس، ماغازين كازابلانكا اخرها قالوا زمان سيتي ميكرو تروطوار كي ريوسي، ماشي حيت انا تنقولها مي سي فري اكتشفت فيه شكون ليلى فنان، عرفت راسي انني نقدر نواجه الجمهور بسلاسه. الناس كتعطي كتعطي لا سميتو ديال دوك لي بروفيرب لي بروفيرب بروفيرب ماوكا افيك ميل ديغا في لا جورني، المهم كان ديال رمضان سورتو ديال رمضان كانوا واعرين، انا كانوا عزاز عليا ديال رمضان جوستومون جوستومون ديال رمضان. فمين كان داك النجاح اللي بسيط بدا تيبان ليا راسي علاش ما نديرش انايا مراسله مع دول عربيه، خدمت مع الكويت مع ابو ظبي مع بزاف التلفزيونات، بدا انا شويه بشويه تيبان ليا ما هو احسن، علاش انا غنبقى خاصني درجه اخرى، حيت الا ما مشيتش لدرجه اخرى غادا ندير لا غوتريت ونموت. انا فكرت قلت علاش كيديروا الناس الانتاج، ندير هذا الانتاج نشوفوا شنو هو. مسك هو الانتاج تكون كتفهم في كل ما هو سمعي بصري مكتوب مرئي ديجيتال كل شيء، تبدا تفهم علاش لا غتعطي ان بون برودوي في العوض، تجلس وتبقى تعيط تقول كنت مونتي شكون درت ودرت ودرت ودرت، اجي ندخلوا للانتاج. قررتي تاخذي المغامره، دخلت الانتاج. شكون اللي ساندك في هذه الفكره؟ شويه فكره المغامره ضروري انه الانسان ما عنده شي حد اللي تيساهم معاه او اللي تيساندو ولا تيكون ان سيبور على الاقل دعم معنوي يساهم في تطوير الافكار ديالو. اكيد كان الزوج ديالي اللي بديت معاه شركه راه معروفه شركه امبرود، اشتغلت تقريبا راه اكثر من 20 سنه اشتغلنا بزاف البرامج اللي كان اللي قدمت انا كاينه اللي غير نتجناها واخرها راك عارف لا كاميرا كاشي و و و بزاف الاعمال والتيليفيلم وبزاف الحوايج. من بعد دابا مؤخرا انا درت اون نوفيل كاسكيت ديالي بوحدي، اون نوفيل كاسكيت دابا عندي دوت كوم برود. فاول فيلم سينمائي ليا انا مولفه في التلفزيون، مي السينما كانت شي حاجه اللي كتقول كنقول كبيره، مي الحمد لله كل شيء ممكن الا كاينه لا فولونتي ولا غتعطي ان بون برودوي. طيب تقييمك انت قبل ما نبداو نعطيو حنا الاراء ديالنا وندوزو عند حياه، تقييمك لهذه المرحله، لان انا حضرت لا كونفيرونس وسمعت شنو تقال وسمعت شنو قلتي على الفيلم، تقييمك من بعد العرض ما قبل الاول ديال الفيلم. سي توجور لو ميم، انا في الندوه الصحفيه قلت قنبلة كوميديا، عاتبوني ناس معايا قالوا لي ليلى علاش كتقولي قنبلة، اتونسيون كنقول اسمح لي اللي ما مامنش مع عمل ما يدخلش فيه. صحيح، من المخرج من سيناريست من كلهم قالوا لي كبرتيها اتونسيون. نو 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 انا شفت الفيلم ودخلت الافلام المغربيه كوميديا، كنهضر على كوميديا هي اللي كنفهم فيها، ماشي حاجه اخرى ما نفهمش فيها ما نهضرش فيها. فتيبان لي فيلم زوين، علاش؟ اولا نقي، ثانيا فيه وجوه تبارك الله كبار وعزاز عليا، رفيق ابو بكر لاله سكينه الدرابيل، شباب طالع كيحمق اول قدام حياه عبي شهرزاد باطمان نوفل بن موسى طارق خالدي، ليكيب ماشي كبيره بزاف ولكن كبيره بقيمتها كبيره بقيمتها وبالرصيد ديالها. فباقا دابا كنقولها قنبله كوميديا، راه اللي حضر معايا لافون بروميير شاف اننا عرضنا على 860 الناس جاتنا 1200 لدرجه ان كنعتذر للناس اللي ما دخلوش، كاين اللي جا ورجع، انه كاين اللي ما دخلش كاين اللي جلس، لا كاين اللي جا كاين اللي جا ورجع. انا وقفت الحصه كامله، المخرج علي الطاهري وقف حدايا، سيناريست جالس في الارض، انا ما لقيناش فين نجلسوا، ولكن كانت فيها واحد الحلاوه باش يبقى المتفرج جالس ساعة و 35 دقيقة سي با فاسيل، ممكن يخرج في ربع ساعة لكن داك الشيء ما فيه ما يتشاف.
انا الا بغيت نتكلم كاين عنصر القصه هو اللي شد الجمهور بشكل كبير من طبيعه الحال الفلاتات كل مره ديال رفيق بوبكر اسلوبه وطريقته الجزء الاخر عاود ملي جات سكينة بطبيعه الحال باسلوبها بطريقتها كل واحد كيبقى عنده لو ستايل ديالو سا مونباش كو الممثلين كاملين كل واحد انا فاش سريت تكلمت مع طريق قلت له انا شفتك عجبتيني علاش لانك عرفت طريق شخصيته قويه واحد الاسلوب عنده خاص نزل عرفتي فاش يهبط لهذيك لا كاتيجوري ديال داك الزوج الخنوع وخايف وكي نعم. هذاك سا طرافاي راه خدمه راه ما ساهلاش كاين اللي كتبان حيت علاش راه اصعب شيء هو الكاميرا كتفضح كل شيء اكزاكتومون الحاجه اللي عجبتني بشكل كبير طبيعه الحال هو داك التسلسل ديال القصه المشاهد التقطيع ديال المشاهد طبيعه الحال هذه حرفه ديال علي الطاهيري كو جو سالو لانه اشتغلنا انصامبل مع سي عبد الحي العراقي الله يذكره بخير وعمر ابو امان الله يولي برحمته الله جو سي تري بيان علي كيفاش تيخدم في الفلويديتي سي فري كو هو ولد الدراما ولد سلسلات تيخدم في الدراما التلفزيونيه بزاف خدم على لي سيت كوم بزاف وهذا السينما بطبيعة الحال عندها قواعد وتحتاج واحد العدد ديال القواعد اخرى ولكن سالونبيش هذا فيلم جماهيري فيلم جا باش يقول للجمهور راه كاين كل مره غادي نقدروا نشوفوا رفيق بوبكر ومره عزيز داداس ومره غنشوفوا عاود دنيا بوتازوت ومره ايتترا الا كان كل مره تدافيش كيدير فيلم بحال ما كدا وعندنا مناسبه ديال العرض في العيد الصغير ومره في العيد الميلود ومره راه يا سلام هادشي اللي بغينا هو ان كنعززوا وكنغنيوا الخزانه السينمائيه ديالنا بافلام شوف بغض النظر على ذاك النقد اللي كيتكلموا عليه بعض الناس وذاك النقد الهدام يا ودي غير ارانا غير اعطينا خلي الناس تخدم بعدا خلي الناس تحرك لان احنا باقي ما وصلناش للعدد ديال الانتاج اللي احنا باغين اكيد لان الممثلين الا ما كانش الممثل على الاقل كي يخرج من فيلم يدخل في سلسله يسالي سلسله يعاود يدخل في فيلم راه ما كاين حتى شي حاجه اكيد هذا هو اسمه ولكن انا كنعاتب على ليلى فنان كمنتجة كان عاتب عليك حضورك اليوم بلا هوليود سمايل ديال الدم عرفتي لدرت هوليود سمايل انا ما قدرتش نوصل لك هي اصلا ذهب بقى نوقف في الطريق كلشي كيسول واش هذاك الهوليود سمايل هي اصلا ذهب واش هو اللي لا والله العظيم الا درنا له شنو كنقولوا له بلاكي باش يبان تخدم بالعبار تخات لي ميزور ديال لاله سكينه وديال لاله رجاء اللي كان حياتها هي من هذا المنبر تخاد العبار ودار ليهم تغلفوا بالذهب وباقي عندنا على فكره رجاء لطيفين اللي ذكرتي رجاء لطيفين على فكره هي ظهرت بشكل مختلف تماما على الاسلوب الكوميدي اللي هي تتلعب اكيد بنت منضبطه بنت ديك السيده الكلاس هي ديك النقافه سي اكسترا انا ماغاديش نهضر بزاف على رجاء رفيق نورمالمون ومال فين كنشوفوه دومينون دابا لي دوميني اكزاكتلي لي دوميني هو وديما خفيف وديما ديك الخفه ديالو على هاد الدور قال لي صافي بليزير نبان بشكل خور نبان بستيل خور يشوفوني الناس انا قال لي بغيت نلعب الدور حماق عليه وتحيه لي بزاف عزيز عليا داك السيد منضبط يا سلام كان كانوا كاع الممثلين بحالو رفيق كان لي شرف انني انا شخصيا عاود سبحان الله غادي من الصدف انني غادي نشتغل في قسم 8 عشان في قسم 8 مع عزيز حطاب ورفيق بوبكر وانا كنت من ليكيب كتعرفوا بان المجدوب عنده اسلوب خاص كذلك كمخرج خاصكم تشوفوا فعلا الانضباط الحقيقي ديال رفيق بوبكر مع التلاميذ ومع الطلبه وكيفاش راه هذاك الفيلم ما حققش بطبيعه الحال التليفيلم ما حققش هذاك النجاح الكبير علاش لان داكشي اللي كان في الكواليس وحنا غنرجعوا باش نتكلموا معك على الكواليس والطرائف وشنو وقع وكيفاش حققتوا هاد الرؤيه هادي من بعد ما نتوجه للحياه كتجربه سينمائيه شو تيشكل لك الفيلم ديال هوليود شنو الاضافه النوعيه اللي قدم لك هذا الفيلم السلام عليكم دونك بالنسبه للاضافه اللي قدم لي فيلم ديال هوليود سمايل واكتشفت واحد الجانب درامي في يعني فيا لي زوين وسورتو فاش خرجنا من القاعه من بعد العرض ما قبل الاول كلشي كيجي كيقول لي حياه انا شفت راسي صراحه قبيحه بزاف في الفيلم شفت راسي مخزره عجبني راسي بيان سور عجبني راسي مي ما توقعش انني زعما غنعجب الناس كلشي كيقول لي برافو كتلعبي واحد الدراما زوين سورتو انني كنت في الفيلم ديك البنت الصغيره المفشه ديال العائله
اللي فقدات الام ديالها ومن بعد كتفقد الاخت ديالها الكبرى وكتبقى هي الاخت الوحيده اللي مع خوتها اللي رجال ومرت خوها. دونك كتبقى حازنه بشكل كبير على الام ديالها يعني سنسيبل بزاف. دونك حاولت انني نشخص يعني نخدم من قلبي في هذا نشخص من قلبي هذا لو بيرسوناج والحمد لله وصل. شنو كتوقعين الفيلم من بعد ما شفنا 1200 واحد كجمهور ديال الفيلم ديال هوليود اسماعيل؟ انت بالنسبه لك كممثله لان النظره ديال المنتج والمخرج والمؤلف هذه نظره اخرى ربما سي ان شوا تكنيك بلوس كوميرسيال كو لو شوا ارتستيك. الاختيار الفني او التوجه الفني انت كيفاش تيبان لك؟ لان ضروري حتى انت غادي يكون عندك ملاحظات غادي ربما تنتقدي في راسك شي حاجه تنتقدي في ليكيب تقولي ربما كان هذا المشهد يتزاد ربما صورتوا مشاهد ربما كاع ما تحطاتش وما دارتش ودار مونتاج الى اخره. هذا هو الامر الطبيعي في السينما ولا في الدراما عموما. بالنسبة للفيلم صراحة أنا كنت متوقع النجاح ديالو 100% لأنه الأجواء ديال التغناج كانت جد جد رائعة. يعني كنا مضابطين كنا يد وحدة كنا مثلا فاش كنكونوا كنصوروا كان كيشدنا داك كنبقاو نضحكوا كنموتوا بالضحك. يعني ما كاينش شي سيكونس التصوير كنضحكوا ما كاينش شي سيكونس ما كنضحكوش فيها وتيقول لنا المخرج علي الطاهري صافي كوبي خليهم تيساليو الضحك ديالهم وكملوا. يا سلام بكثرت ما كنا كنعرفش ما كيعاودش لي غوبليك علي ملي رياليزاتور برو كنبقاوش نعاودو حنا في مشهد 7 مرات اكزاكتومون كيجي كيقول لك ولكن حنا كنوقفو كنضحكو سورتو في شي لقطات كنموتو بالضحك سكي في كنعاودو ملي ليكيب تكنيك كتضحك وليكيب ارتستيك كتضحك هادشي كامل بسبب المنتجة حيت المنتجة عندنا بحال الأخت ديالنا يعني ما كنشوفوهاش مدام ليلى فنان إنسانة متواضعة. دابا الناس غادي يبداو يسولوا ملي قلتي بحال ما كنت عارف إنسانة يقولوا أنت راه مخلصة لا 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 بعيدا عن الخلاص وبعيدا عن المصلحة وبعيدا عن الحياة. أنا راه قبل منتجة راني إعلامية وبحالي بحالكم ومازال أنا بحالي بحالكم غير أنا التجربة خدتها. ولكن اشتغلت في مدرسة إنتاج كبيرة بطبيعة الحال جوستومون ولكن الحمد لله راه ليكيب شوف ليكيب راه كانوا فيها ناس راه كلهم كنتمنى لهم بطوله واحد بواحد بواحد بواحد. اولا تحيه لسليماني سعيد سليماني غزال 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 سعيد سليماني روعه. كنبغي نحييك طبعا الحال ما بغيت ننسى وما بغيت شوف ليكيب كامله تنتكلم على لسليماني ليكيب سليماني اكزاكتو حيت خوه ولد عمو اللي شاف اوب واللي وانت توب 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 سعيد وقمه الاخلاق. فين هي الكاميرا؟ ها الكاميرا هاي هاي أنفس معك هاي واحدة أخرى هاي واحدة أخرى سعيد توب برافو عليك برافو عليك. أنا قلتها وقلت لهم في الحفل ديال الاختتام ياك فاش سالينا التصوير قلت لهم أنا كنواعدكم أي عمل جاي لا ميم إيكيب غتخدم. علاش ما عذبونيش؟ ممتاز ما كيتعطلوش ما تعطلوش بحال اللي تعطلت أنا اليوم ما كيتعطلوش سي فغي ما كيتعطلوش ما كيدابزوش ما عندناش مشكل مسودين ما كيعيبوش في بعضياتهم. شوف ملي كيكون عندك مشكل في ليكيب كيوقفوا التصوير كيقول لك ما نخدموش اكثر من 10 تصويرات 8 تصويرات 8 تصويرات ميم با 10 ما يوقفك ما يعيب ما عجبوش يسكت. ما شاء الله على ليكيب ديالي 55 عليكم والله كنخدموا ديما 55 هي باش غادي شنو قلت لك سي زكريا قبل ما نختموا كيبان ليا وراء الزجاج واش جميله ايوب هذيك. مرحبا بكم فين ما كنتوا. الكواليس كدوز عندنا اروع ربما من المباشر عرفتوا علاش؟ لان حنا كلنا اليوم بالطاقه ديال هوليود سمايل اللي درتي جيتو كتشوف فيه تيبان لك بو سوغيغ وجود سمايل وهذه طاقه ايجابيه. اولا انا شخصيا كنتمنى التوفيق للفيلم ديال هوليود سمايل والفنانه والاعلاميه ليلى فنان لان هذه مغامره ومغامره تستحق ومغامره اللي ما جاتش من فراغ مغامره بطبيعه الحال اللي خلات واحد الانسانه من بعد ما قدمت الشيء الكثير على المستوى الفني وعلى مستوى الإدارة الفنية وإدارة ديال الإنتاج لسنوات مجموعة من البرامج ولكن قررت على أنها تأخذ موقع وتقول
مرا وقادة. عطينا اختي ديك الأغنية ديال عمور مرا وقادة يوم إهداء الليلة. طبعا الحال كنوجهوا تحية لكل المستمعات والمستمعين، إلا بغيتوا تتواصلوا معنا على 0522 36 05 36. يلا حياة. نعم الفيلم طبعا الحال دابا خرج، واش بديتو من بعد العرض الأول تلقيتي دعوات، تلقيتي اتصالات، كاين شي انتقادات، كاين شي ملاحظات؟ لأن ملي تتعرض الفيلم أكيد أنه كتبدأ الصحافة كتتكلم، النقاد كيتكلموا. الفيلم كفيلم يعني فرصة للممثل ظهور، يعني جرون تيكرون مهمة جدا. مهمة في المسار ديال الواحد. يعني واش استفدت حياة غير جوسكا بريزون، غير من العرض ما قبل الأول لدابا؟ كاين اتصالات، كاين شي حد اللي وعد بشي حاجة، كاين اللي حيت هذاك هو لو فري كاستينغ، هو هذاك لو غران كاستينغ، هو انهم كيشوفوك الناس في عمل فني. نعم كاينين جوج ديال الاعمال رمضان ان شاء الله جوست ابري هذا الفيلم من بعد، وكان السبب هو وليود سمايل. اييه اكسلون. كاينين جوج ديال الاعمال اتصلوا بيا من ورا ما شافوا العرض ما قبل الاول ديال الفيلم مباشره. الخير على فكره بلادي، راه انا من الاطلس، انا من مدينه اغوراي، وتحيه للناس ديال مدينه اغوراي مكناس من هذا المنبر. اهلا وسهلا. شكرا. دونك قلتي لي عمل في رمضان؟ جوج ديال الاعمال في رمضان، عمل كوميدي وعمل اخر تهو كوميدي سينمائي. ممتاز. عمل تلفازي وعمل سينمائي. ممتاز ان شاء الله. الله يوفقك، نتمنى التوفيق. بارك الله فيك. حياه نرجعوا بطبيعه الحال في حديثنا على الفيلم والاجواء ديال الفيلم. هذا الفيلم صورتوه في رمضان؟ فيلم حلال 100%. فيلم باركتو ديال شي حاجه مهياش. عرفتي تخدم رفيق بوبكر في رمضان؟ هادشي اللي بغيت نقول لك. وفرحان فرحان والله. شوف انا انا تفاجئت صراحه. انا غادي نقولها بيني وبينكم، شوف ماكش غنقول الكلمه هذه وغنقولها. عجبني رفيق ومازال غنتلاقى معاه، نقول عجبني رفيق. فواحد اللحظه بين بانه صايم وخدام مناسب، وبين الميك اب ما دايزاش، فهمتيني؟ هو تيبغي يخدم بلا راك عارفه، خصو يمشي نيشان، ما كيبغيش الروتوش بزاف. حاول تقربي الميكرو ليلى. ف خدام هكا كتب لك فوقت والله تضرب تمارة. انا صراحه كلشي اللي كيبكان اللي كيبكان لا يسمحوا لي بزاف لا نضربوا تمارة بزاف. انا صراحه اول مره، اسمح لي استاذ، اول مره غنشتغل مع رفيق بوبكر فريمون. والله حتى تفاجأت بزاف. انا عارفه ممثل واعر، ولكن الانضباط ديالو في التغناج وسورتو في الشهر المبارك في شهر رمضان، كنا كنصوروا قبل الفطور، كان مثلا كيدوزو كيهزوني وكيهزوه مع ثلاثه، تيطلح ضاحك، سلام حياه صافا واجده، يعني كيعطيك واحد الانرجي بوزيتيف. وتبارك الله عليه منضبط، وكيريبيتي معانا يعني من قلبه، وكيخدم من قلبه. زعما كنوجهوا تحيه كبيره لهذا الفنان الكبير. وهذا السر اللي خلى بطبيعه الحال رفيق على غير مجموعه من الممثلين يتموقعوا ويكونوا محبوبين، ماشي فقط بالبيرسوناج يعني بالشخصية اللي تيبان بها، ولكن الأهم هو شخصيته الحقيقية، هو كيفاش داير، هو كإنسان الكواليس. هو كيفاش داير، لأن الإنسان تتبان عليه في معاملاته، وهذا هو الرائع في رفيق بوبكر. علاش اختيار التوراج في رمضان؟ غنجاوب السي زكريا شيبوش بسؤال اخر، علاش ما نخدموش في رمضان؟ غنجاوبك علاش ما نخدموش في رمضان. ديجا رمضان تبارك الله، شوف رمضان شهر هادئ وكنخدموا باريحيه وعندنا الوقت وما عندناش مشكل. انا راه عندي جواب اخر. واش فراسك في رمضان هو الوقت اللي كتكون فيه الطاقات اكيد مفتوحه بشكل كبير، اكيد، وكننتجوا فيه اكثر، بخلاف الناس اللي عندهم الفكره ديال لا رمضان الكسل، رمضان النوم، وسير التليفون، رمضان عاد اجي، والنهار كيدوز دغيا، وهي بالعكس النهار كيدوز دغيا. رمضان كلشي منضبط، كلشي فرحان، كنفطروا جميع، كنتسحروا جميع، وشي مره ما نقولكش فاش كنتسحروا بوالو، لان باقي حنا كنصوروا حتى كيأذن، وليكيب تبارك الله كلها كلشي كيصلي في الوقت، راه حنا كنقطعوا الا جات وقت الصلاه
كيمشيو يصليو، لان اللي دايم راه هو اللي دايم، فهذاك عمل صحيح. ولكن والله الا علاش قلت لك تحيه للفريق كله لسليماني ما شاء الله، كيمشيو يصليو وكنجيو كنضحكوا وفي جو نقي. شتي كي داز الفيلم صافي بليزير برافو، كي داز التصويره باش نقول لك كي داز الفيلم كي داز التصوير. شحال خديتو ديال الوقت؟ ثلاثه الاسابيع تقريبا، ثلاثه الاسابيع ديال التصوير تقريبا، هذا هو المعدل الطبيعي. حطمنا الركور، لا كان خصو يتصور في اكثر، ولكن انا قلت لكم ملي كتكون عندك ايكيب كويرونت ما كتوحش، وسيرتو يعني ليكيب غيدويت تتعاود تخدم ماشي غيدويت، راه 30 بيرسون في ليكيب تكنيك 30، ما عندناش ايكيب غيدويت، ولكن عندنا رياليزاتور. لا انا كنهضر على الكاستينغ، انا على الكاستينغ وي كانت غيدويت سي فري، ولكن تبارك الله كان العطاء كبير. هنا تتولي في ديكوباج في القطع ديال المشاهد، ملي تيكون عندك لي بيرسوناج بزاف خصك دو يونيتي وايكيب هنا ايكيب هنا وايكيب وحده باش تقدر تسير كل شيء. سي فري سي فري، المده تتكون شي شويه طويله، لو كو عاوتاني تيتزاد. هذه مغامره اللي مشات فيها، انتم تعرفوا بان الافلام السينمائيه راه المعدل ما بين 3 ونص حتى 4 مليون درهم اللي تيكون هو المعدل ديال انتاج فيلم معين. ما غاديش نتكلم انا على التكلفه، لان ما بقاش مهم التكلفه الماليه، وانما هنا هو التكلفه الفنيه والقيمه الفنيه ديال العمل. واش هوليود سمايل نقدروا نقولوا بانه غدا ولا بعد غدا ممكن يشارك في مهرجانات ويدخل المنافسه؟ اكيد اكيد غيدخل مهرجانات وغيدخل المنافسه، وما غاديش نبقاو نقولوا ما نحرقوش المراحل. انا غادي نقول لك تقريبا كل شيء، بعدا غادي ندير غير شويه ديال الدعايه ممكن. سي زكريا لو 5 اللي هو غدا لو 5 سبتمبر عندنا افون بروميير وحده اخرى في سينما كاميرا في مكناس، في مكناس حتى هي فيها تغطيه اعلاميه وتقديم، وليكيب كلها غتمشي تبارك الله. لو 9 عندنا في سيني اطلس في الرباط ديال مسيو بيرني، واتصل بنا تقريبا هاد الناس كاع عجبهم العمل، فغيديروا لنا دي زافون بروميير ودي طابي روج، ومازال غنتفشوا شي شويه ياك. يا سلام في ليموزين وداك الشيء ثاني. ايوا وشنو اخر؟ لو 6 سبتمبر خلاص غادي يتلونصا في المغرب كامل. اللي زوين سي كو درت ليه الدبلاجه في الاردن، درت الدبلاجه بسوريا، الدبلج دابا انتهى العمل. يا سلام، فغادي تسوق في القنوات العربيه وسورتو نتفليكس. ممتاز. علاش؟ ممتاز باش نخرجوا العمل المغربي كي داروا فنانه تبارك الله. غير لا بروشين فوا سون سيتاسيون، راك عارفه الفنان. وي وي بون سيكسكوز اون سيكسكوز اون سيكسكوز بون، كي داروا فنانه ومنهم سعد المجرد وتحيه ليه، خرجوا الاغنيه المغربيه العالميه، فحتى حنا خويا غنخرجوا الممثلين ديالنا والفن ديالنا وكل شيء. شوفوا المسلسل الماضي لا يموت، كنظن اللي خداه اماراتي في الشارقه وتم الدبلاجه ديالو، كاين واحد العدد ديال سلامات ابو البنات كنشوفوهم في الشارقه، صافي بليزير صافي بليزير. وهذه فرصه على انه الفيلم المغربي حتى هو يخرج. غادي نتبع بكم فين ما كنتو. حاضرين معايا اليوم كل من الفنانه حياه عبي والفنانه والمنتجه ليلى فنان. ليلى فنان اسم على مسمى يتموقع مؤخرا ليلى في مجال الانتاج. طيب هوليود سمايل نقدروا نعتبروه مرحله بدات، وطبيعه الحال هذا من الجهه ديال الاصغر الى الجهه ديال الاكبر والجهاز ديال التسويق. نعرفوا بان التسويق ماشي ساهل، ومحتاج الانسان على انه يضبط المعايير ديالو. وتحيه للموزع سي العلوي، لان ملي تيكون تتكون معك اون ايكيب بحال هكذا تتساهم في النجاح ديال العرض، وتختار صالات ولا قاعات سينمائيه اللي كيتوافد عليها الجمهور، الفيلم طبيعه الحال كينجح. لو غوتور سو انفيستيسمون، العائد ديال الاستثمار اللي انت استثمرتي مدام ليلى. نعم. ماذا بعد هوليود سمايل؟ شنو كاين؟ حيت ربما الكل غادي يتساءل ملي قلتي هاد اللي كيبغى تخدم معنا، هاد الناس انا ثقه فيهم، حنا باقين في الحماس وباقين في الفرحه ديال هوليود سمايل. ماذا بعد هوليود سمايل؟ سي زكريا الناس اللي شافوا الفيلم كيطالبوا بالجزء الثاني. هو من البديهيات ان نقدروا نديروا فيه الجزء الثاني. السيناريو تيقول ان خاص يكون الجزء الثاني، ولكن انا ما تنأكدت شي حاجه، غير اللي هو اكيد ان من وراه فيلم سينمائي اللي خطير 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 بزاف، خطيره بزاف بزاف بزاف. والله العظيم ممكن كنبقاو دائما في الكوميدي، غادي يجمع الاباطره ديال الكوميديا ديال المغرب، وغادي يكون فيلم ما ربما هذا تحدي ماشي تشويق، ولكن ما عندوش ماتي. ليلى فنان تتحدث بلغه ديال التحدي وديال لا بوزيتيفيتي. فكرتيني في الركراكي قبل ما نقاطع ديروا النيه
في دايره هي في الاول حتى واحد ما تاق فيه، ولكن منين مشى السيد بهذيك الانرجي بوزيتيف وهذا عاد فهموا. هذه واحد هذه داخله في قانون الجذب. الانسان خاصو دائما يتفائل خير ودائما يقول العمل ديالي غينجح واخا غير يكذب على العقل الباطن ديالو. تفائلوا خيرا تجدوه. قول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ربما ما يحتاجش الانسان انه يفصل. شوف لا تشتغل خاصك توصل. الا انت بحالي من الناس اللي تيعيبوا بزاف فما يمكنش نقول شي حاجه ونعرف الناس غيعيبوا عليا. الا قلت عمل مزيان راه عمل مزيان. الا عمل ما مزيانش راه ما غنديروش من الاول. هذه القضيه قلتها في لا كونفرنس بزاف. عمل السيناريو من الاول ضعيف، علاش غادي كيفاش غندير ليه حتى غادي يطلع مزيان؟ ولو جيب ممثلين ممتازين ما غيطلعش السيناريو. السيناريو ضعيف طاح من الخيمه خرج من ديبار داك الشيء ضعيف ما غاديش ينجح. فهذه كانت بادره خير الحمد لله وربي يكمل علينا بخير. قبل انا باقي شي الكيشي باقي ما وصلناش وتنقول لك فيلم ناجح. ياك باقينا لو سيس ما وصلش ما عارفاش واش غيكون اقبال ولا لا، ولكن راه غيكون حيت الفيلم يتساهل. لا الناس محتاجين وسورتو دابا لا رونتري والناس يبغيو يرفعوا على راساتهم شي غير ديك الاسبوع ديال الناس مشغولين بالقرايه وليداتهم. كل على يقين بانه جمعه وسبت وحد اكيد راه الناس كلها غادي توجه للسينما. خصنا نشجعوا السينما، خصنا نشجعوا الانتاجات السينمائيه المحليه. واللي عجبني انا اللي عجبني ماشي غير في هوليود سمايل ولا في هذا، الناس فريمون متعطشه للسينما المغربيه اكيد متعطشه تشوف افلام مغربيه. وهنا غادي نرجع ربما هذا سؤال موجه لعلي الطاهري كمخرج لان عنده ديك التوليفه اونتر لو شوا ارتستيك و لو شوا تكنيك وكيفاش غادي يوظف هاد الممثلين من طينا ديال رفيق بوبكر ودرابيل ولطيفين. اولا كيفاش خلق بيناتهم هاد الانسجام اي سورتو في الدور ما بين رفيق وما بين سكينة، لان كنعرفوا كل واحد وطبيعته وكل واحد السمات ديالو وكل واحد اسلوب وطريقه الاشتغال ديالو. حنا كنبقاو بشر عندنا عندنا دي هوي دي با، عندنا ربما فينا عيوب فينا مميزات فينا اخطاء فينا هذا. كيفاش وصلتوا انكم تحققوا توفقوا؟ لان كاركتير ديال درابيل ماشي هو الكاركتير ديال سي فري ربما ما ماشي هو الكاركتير ديال 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 رفيق. كيفاش وصلتوا انكم توفقوا ويبان هذاك المستوى في الفيلم؟ هو شوف سي زكريا بالصدفه مؤخرا اشتغلوا جميع فين ما كنشوف كنلقى رفيق سكينه رفيق سكينه غير بالصدفه ماشي هذا ما حدث صدفه، ولكن تبارك الله راه تنقولوا اللي عنده عنده اللي عنده عنده. كان تبارك الله لو كورون دايز بواحد السلاسه والسيناريو كان زوين وربما راه شي مره كيبغيو كاع يزيدوا من عندهم. شوف كنا مع فنانين كبار هادشي اللي غنقول كانت ارتجاليه وكان لا سوبليس في الخدمه والسي عالي تاني متمرس وما كيتعبناش في التصوير. كان داكشي غادي شي يدو في دخوه يدو في دخوه غادي كنصوروا وما عندناش مشكل وكلشي غادي مزيان وليكيب كلها فرحانه وراه حياه راه حاضره معنا تشهد تقول العكس. لا انا ما قلتش شي حاجه اللي كانت الحمد لله كان توفيق من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله كنتمنوا لكم التوفيق. غادي نتوقفوا مع فاصل، ولكن في الشق الاخير اللي غادي نتكلموا فيه بطبيعه الحال رفقه المنتجه ليلى فنان والفنانه حياه ابي غادي نتكلموا على اختيار واحد نمط غنائي وتم ادراجه في الفيلم. هنا كنتكلموا على واحد فن ديال عيطه العونيات. العونيات في الفيلم تحيه البشرى مذكوريه تحيه ليها وكان بودينا لو كانت حاضره درابيل كنت غادي كانت تغني. درابيل عندها صوت زوين وكتغني فجاه غنات مع العونيات. انا وسكينه في التغناج كنا في نفس لا شومب بالليل كنقول لها غني ليا كتبقى تغني لي الليل كامل تكن قبل ما تعرف هي عجباني والله العظيم. شتي سكينه صوتها تعرف الدور قالت لي واش فيه اللعابات؟ قلت لها سبحان الله راه فيه اللعابات وانت وحده منهم. قالت لي صافي داكشي اللي بغيت واكتشفت انها كتغني هذا اللون من الغناء الشعبي. غادي نواصلوا في هذه الفقره الاخيره والحصه الاخيره رفقه ضيفتنا الفنانة والمنتجة ليلى فنان وكذلك الممثلة
حياه عبي. حياه مرحبا بك. ميرسي بوكو. اولا كنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. وهذه فرصه احنا كنشجعوا الطاقات والمواهب الشابه سواء من بلادنا من مغاربه العالم فين ما كانوا، كنتمنوا لهم التوفيق. شكرا لك. شكرا لك زكريا. والانسان اذا قبط الطريق والتزم واختار، هذا هو المهم، حيت واحد العدد ديال الناس يقول لك لا انا ماشي مشكل نقدر نبدا في اي عمل ونمشي، لا، ولكن الاختيار مهم جدا طبعاً. خاصه اللي كانت الموهبه وكان دارس الانسان طبعاً. مزيان تكون موهبه ولكن يسقلها بالتكوين التكوين. ما فيها باس باش واحد العدد ديال الامور كتطور. فانا كنتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو زكريا. غادي نرجعوا عند مدام ليلى. اما وعدتني يا قلب انك عن حب ليلى تنوب، فكلما ذكر فإذا ذكر اسمها تنوب. علاش هذو فيك الشعراء بزاف؟ نو كومنت. انت دابا من انت دابا من ليلى والشعراء مشيتي للعونيات، هذه اللي بغيت نفهم علاش المشوا ديال العونيات. علاش المشوا كي دايره؟ ما عندي ما سهل بروفيسيون. علاش لو شو ديال العونيات؟ العونيات لون غنائي شعبي مغربي معروف من القديم، ما يمكنش نتجاهلوه. كاين انواع اخرى اشتغلوا بهم ناس في بزاف الاعمال. الراب العصري الكلاسيكي الراي بوكو تشوز. حنا خدمنا بالعونيات ولكن الروميكس ديال العونيات. تنقول الروميكس صافي دير اصاله والمعصره العصري التقليدي. ماشي الحزب، ماشي الحزب اخويا. سكيفي بعدا نوجه تحيه للكاتب الكلمات يوسف شكرية وللموزع الالحان والموسيقار الكبير سيمو بيساط، هما اللي قاموا بكلمات. انا كيفاجئني مره سي محمد بيساط، انا جنكوني تخبي واحد الانسان متواضع وتيعاون وتيساعد واحد العدد ديال الفنانين. وانا جا عندي سي محمد راه عزف هنا وتلاقيت عنده، انا مشيت عنده العالم ديالو في الاستوديو الروعه. داك السيد عالم ما شاء الله عليه، راه موسوعه. سيمو بيساط تحيه لك اللي كتسمعنا. موسوعه ومتواضع. يوسف شكرية كذلك. فدرنا كلمات على اساس السيناريو وقصه السيناريو وفكره السيناريو. ما بغيناش كان ممكن نديروا موسيقى وصافي، ولكن لا، كان خاص تكون كويرونت مع الفيلم. فنتمنوا انها تعجب المشاهد اللي غيشوف والمستمع اللي غيسمع. وتحيه لسيمو بيساط ويوسف شكرية ومجموعه بشرى المذكوريه. المذكوريه. وتحيه للعونيات في المكان، لان هذه الشخصيه ديال العونيه اكيد سيده ومراه اللي تتخرج وتتحمل المسؤوليه وربما بالالم والحزن اللي فيها هذاك الشاغران كبير، ولكن تتفرح الناس باسلوبها وطريقتها. واللي زوين العونيات كيخدموا اونتر فام باش نقول اونتر فام ماشي بحال جوق العميان. الروعة دات الفويم وخلات خوك غاد ضباب ضباب. ألوغ شوف الأغنية كتلخص الفيلم كامل، ولكن باش ما نحرقوش الفكرة وباش ما نحرقوش القصة. قصة روعة جميلة. وأنا لا زعما لا سعفتون. نعم. غايقول السي رشيد وجد الجزء الثاني أكيد. وسيرتو يديفلوبي دوك المشاهد كثر ديال اللي عاود يرجع رجاء لطيفين بزاف ديال فهمتيني بزاف ديال الحوايج. وانا نضحك شويه نضحك شويه في الفيلم ان شاء الله. شويه شويه في الفيلم كامل. انا خنزره عباد الله. الجزء الاول طبعا الحال غادي يكون نجاح
وما فيها بس اننا نبداو نشتغلوا بهذه الفكره ديال هوليود سمايل هوليود سمايل 2 حنا غاديين نتمنوا التوفيق ان شاء الله. الوغ نخليكم تستمتعوا مره اخرى مع العونيات قربت ثانيك نسمعوا الاغنيه ونرجعوا باش نودعوا الفنانتين حياه عبي واستاذه ليلى فنانين. يلا مرحبا بغينا مع زكريا على شدا يفهم. احنا دائما ناشطين على الحياه. غادي نواصلوا ضيفتي الكريمتين غادي نعطي الكلمه لحياه عبي. حياه كتبغي لك التوفيق ونخلي لك كلمه اخيره باش تودعي جمهورك وشو تبغي تقول اليوم على الفيلم. اولا كنقول لكم شكرا على الاستضافه اليوم. بالنسبه للجمهور كنقول لهم يجيو يتفرجوا في الفيلم لانه فيلم كيف ما قالت الاستاذه ليلى فنان قنبله موسميه وفيلم عائلي بامتياز. دونك كنقول لكم جيو تفرجوا ما غتندموش نعم كنتمنى لك التوفيق حياه ونشوفك في اعمال اخرى قريبا ان شاء الله. مرحبا بك على شدا يفهم. ميرسي بوكو مدام ليلى. ليلى فنان انا عرفتي شنو بغيت نخلي لك الختمه الاذاعيه الاعلاميه بالدارجه ولا بالعربيه اللي بغيتي. انا نبغي نوصل للقلب بالدارجه نبغي نوصل للقلب لان فين ما مشينا كنسمعوا الناس كيهضروا بلهجتهم واخا انا عزيز عليا العربيه الفصحى الكلاسيكيه جدا ولكن غنهضروا بالدارجه. تحيه ميل فوا زكريا شيبوش وتبارك الله عليك وبون كونتينياسيون. ماشي مجامله حيت انت قدامي ولكن تبارك الله عليك برافو لانجينيور دو سون تكنيسيان ديالنا الغزاله اميمه تبارك الله عليك وميرسي بور لا باسيونس بور لو سورير بور تو. حياه عبي ميرسي دو مافوار اكومباني في هذه الحلقه. اللي غنقول جيو تشوفوا هوليوود سمايل جيو بكثره جيو بغزاره. علاش؟ لان الفيلم كيتسهل كنهضروش على الجانب المادي. انا ما كرهش بصح لي كيشي يكونوا فول وكيشي فيرمي ودائما بنادم داخل ما كرهتش سيتين اوتو برودكسيون ما كرهتش شويه نشتغلوا ان شاء الله ونعوضوا ولو الشيء القليل ولكن من غير الجانب المادي فيلم كيتساهل فيلم نقي يدخل العائله كامله عائلي بامتياز وباقا تنقولها وتنعاودها قنبله كوميديا. القنبله الكوميديه هوليوود سمايل في السينمات المغربيه ابتداء من 6 شتنبر متمنيتنا التوفيق ان شاء الله. شكرا لكل الطاقم اللي ساهم في نجاح هذا الفيلم على امل ان شاء الله انتاجات اخرى سينمائيه وافلام اخرى سواء في صنف الكوميديا واصناف وتوجهات اخرى. طبيعه الحال غادي نختم ونقول بان الانسان اذا اشتغل وكان عنده طموح ورافقوه ناس اللي في المستوى وكيقدم لنفسه الفرصه في انه ياخذ الاستشاره ويستشر مع عدوي الاختصاص كل على يقين بان العمل غادي ينجح. وهذا ما ارى في الاستاذه ليلى فنان لانها منتجه فنانه ومتواضعه وهذا الشيء المميز لان 85% من النجاح ديال العلاقات 85% في الذكاء الاجتماعي 85% في الذكاء العاطفي والقدره على استيعاب الاخر وهذا الشيء اللي حنا محتاجينه. وهذه دراسه ماشي انا اللي تنقولها دراسه قالوا بانه لقاو بان هاد 85% من الناس هما اللي تيمتلكوا 97% من الثروات في العالم حلال باش بهذا الاسلوب ديال المعاملات والعلاقات. خليكم دائما في علاقات ايجابيه خليكم دائما كتستثمروا الخير في انفسكم وفي الاخرين وغادي توفقوا باذن الله. شكرا لك ليلى. العفو شكرا لك ولشدا اف ام كاملها وطاقمها من ال زد ميل ميرسي. مرحبا شكرا حياه شكرا زكريا حصه اخرى شكرا اميمه شكرا المستمعيه. ما تنساوش زكريا شيبوش اللي دائما تيبغيكم وتيفكر فيكم تيقول لكم محبتنا تبت وصوابكم. الى اللقاء.